الكاتب الصحفي الدكتور ياسر ايوب، كمان واحد من الشخصيات المحترمه. دكتور ياسر برحب بحضرتك، واكيد كمان هقول رئيس المنظومه الاعلاميه بالنادي الاهلي الف الف مبروك على الفوز بدرع الدوري يا دكتور ياسر. الله يبارك فيك، وانت انت يعني المفروض احنا نبادر بتهنئتك باعتبارك احد كباتن الاهلي التاريخيين يعني، وهو مبروك لكل الاهلاويه ومبروك لكل ولاد الاهلي لكل جماهير الاهلي، لانه البطوله بطوله مهمه وجت في وقتها ولها دلالات كثيره جدا، سواء للمجلس الاداره او للجهاز الفني والجهاز الاداري واللعيبه، كل الناس تعبت، كل الناس تحملت الكثير جدا عشان في النهايه تاتي البطوله وياتي الانتصار الذي دائما يستحقه النادي الاهلي. دكتور ياسر، بتشوف ازاي حضرتك خبره كبيره وكاتب كبير، بتشوف ازاي النادي الاهلي كالعاده بيحقق بطوله الدوري قبلها باربع اسابيع، ومن وجهه نظري انا قلتها البطوله كانت محسومه من بدري جدا للنادي الاهلي. هو احنا عندنا في الاهلي في التاريخ كله يعني دايما بطولات، كل بطوله بيبقى لها طعم مختلف. البطوله المره دي جت بعد تشكيك كثير جدا ومؤلم، سواء في المدرب او في اللاعبين او في مجلس الاداره، واتهموا مجلس الاداره انه مجلس شماسي ومجلس انشاءات ملوش علاقه بالرياضه. فتزامن كابتن شادي في اسبوع واحد انه الاهلي يحتفل بملوك الصالات وبلقب عالمي وانجاز غير مسبوق على مستوى العالم كله، انه نادي واحد في قاره ياخد ثلاث بطولات جماعيه قاريه في ثلاث لعبات مختلفه، وفي نفس الاسبوع او بعد 48 ساعه بيفوز ببطوله دوري كره القدم. يعني ده في حد ذاته انجاز كبير جدا وله معنى كبير جدا. وانا الحقيقه مش عايز استغل هذا الحدث لا للهجوم على حد ولا انتقاد حد، بس عايز اقول انه كان في حرب شرسه على الاهلي وعلى الفريق وعلى اللاعبين، ومطالبه باعتزال ومطالبه بابعاد مدرب، وحتى بعد ما تحقق الانجاز لسه في ناس بتقول بس المستوى كان سيء، الاهلي مش هو ده الاهلي يعني، وكان في ناس تكره ان تفرح جماهير الاهلي. الجمله دي لخصت كل اللي بنقوله بقالنا شهور، كان في ناس تكره فرحه جماهير النادي الاهلي. يعني وانا انا انا يعني انا ممكن الاقي كابتن شادي عمل حاجه حلوه مثلا، فما اجيش اقول له والله يا كابتن شادي انت عملت شيء رائع، بس يعني كان المفروض وكان لازم وكان مش عارف ايه، تحس ان انا ببوظ فرحتك. يعني يا سيدي لا، سيبني افرح، انا من حقي افرح، انا الناديه منتصر وانا فرحان بيه، وهنتكلم بعد كده وفي اوقات ثانيه عن تغييرات، عن لاعبين، عن تطوير، عن اعاده بناء، كل ده هيجي وقته، بس ما تجيش في لحظه فرحتي وتطالبني بده، يبقى انت مش عايزني افرح. طيب دكتور، حضرتك من خلال كلامك وهاخد من حضرتك الكلام، من شويه حضرتك كررت جمله متكرره، قلت في مجهود مبذول، فحضرتك قريب من مجلس اداره النادي الاهلي وحضرتك مسؤول عن المنظومه الاعلاميه داخل النادي الاهلي، ايه الجهد المبذول عشان الناس تعرف؟ الجهد المبذول اولا في لجنه كوره لا ينتبه اليها الكثير، والناس تخيلت انه مجلس الاداره هو اللي بيدير شؤون كره القدم او بالتحديد المهندس محمود ظهر، ويتجاهلوا دور لجنه الكوره وهي بتضم اثنين من ولاد الاهلي الكبار جدا، كابتن طه اسماعيل وكابتن انور سلام. الحاجه الثانيه، الحريه المطلقه لحسام البدري، لا احد يتدخل في اختيارات حسام البدري او يفرض عليه اي شيء، كما هو العرف في النادي الاهلي طوال تاريخه، وانت كنت احد كباتن النادي الاهلي الكبار جدا. الحاجه الثالثه، النجاح الاقتصادي اللي خلى النادي الاهلي الآن يستطيع شراء أي لاعب يريده أو يحتاج إليه دون أي أزمات مالية ودون أي مطالب بمساعدة من أي طرف. دي حقيقة. النادي الأهلي الآن ليس في حاجة لا لمال وزارة ولا لتبرعات رجال أعمال ولا لإسهامات عشاق النادي الأهلي. الأهلي كمؤسسة، مؤسسة قادرة وتملك المال، لما حسام البدري هيقول أنا عايز اللاعب الفلاني، الأهلي يملك المال ليشتري به هذا اللاعب دون
اي مطالب او مسانده من احد. وكل دي عوامل صنعت هذا النجاح، ده غير الاستقرار. انا شفت وعشت وتعرضت لهجوم كثير جدا طوال الموسم على كابتن حسام البدري على سبيل المثال، كنت بقعد انا وكابتن حسام البدري مستغرب من كل هذا الهجوم. كان ممكن من للمجلس ان يستجيب او يضعف او يبتدي يفكر، لكن المجلس كان طول الوقت يصدر بيانات تجديد الثقه وتأييد الثقه، وان حسام البدري مستمر وحسام البدري مدرب كبير جدا للنادي الاهلي. يعني كل دي عوامل بتخلق الانتصار، لانه ما ينفعش مجلس اداره يشكك في المدرب، ما ينفعش مجلس اداره يشكك في لاعبيه، ما ينفعش مجلس الاداره يتفرغ سواء للهجوم او الدفاع، لكن في مجلس اداره يشتغل يجيب فلوس ويخلق المناخ الصحي المناسب لفريق كوره يريد ان يلعب ويريد ان ينتصر. دكتور ياسر اكيد ببارك لحضرتك، السيزون ده كان شاق، بتتعامل مع الدنيا مختلفة تماما عن زمان يا دكتور ياسر. لما نتكلم دلوقتي برامج وسوشيال ميديا البعض بيتأثر بيها والبعض بيضغط بيها، بتتعامل مع مواقع كتير جدا. كمان لو احنا بنبارك للجهاز الفني وبنبارك لمجلس الإدارة وبنبارك للاعبين، كمان ببارك لحضرتك على المجهود المبذول داخل النادي الأهلي، واعتقد انت تعبت جدا من البيانات اللي طلعتها السنة دي. دكتور ياسر انا بكرر، الو ايوه مع حضرتك اتفضل. انا بكرر شكري وتهنئتي ليك ولكل جماهير الاهلي، وعايز اقول انه البيانات والمنظومه الاعلاميه، انا وزمايلي انا شايف او مقتنع انه احنا منظومه اعلاميه جديره بالاحترام، ممكن ان تختلف معها لكن من حقنا ان تحترمنا، سواء موقع النادي الاهلي، سواء الاهلي على السوشيال ميديا، سواء قناه الاهلي، سواء مجله الاهلي، كلنا في النهايه فريق واحد، كلنا نعمل ونحلم تحت الرايه الحمراء اللي كلنا تربينا على حبها، تربينا على احترامها. مش سهل انك تكون اهلاوي، لان فكره انك تبقى اهلاوي ده بيفرض عليك قواعد ومثل ومبادئ، وما على فكره مبادئ الاهلي ما هياش اكذوبه. مبادئ الاهلي دي ولا هي حصه في مدرسه، دي احنا مجرد انك تعبر من باب الاهلي بتحس انك ملزم باشياء ممكن ما تكونش ملزم بيها في اماكن اخرى، لكن انتمائنا للنادي الاهلي بيفرض علينا احترام ودروس واخلاق وقواعد. كلنا بنبقى في النهايه ساعات ممكن نتضايق منها شويه، لكن كلنا في النهايه بنحس ان احنا فخورين اننا اهلاويين. دكتور ياسر ايوب رئيس المنظومه الاعلاميه بالنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والف الف مبروك لحضرتك وكل فريق العمل اللي معاك في المنظومه الاعلاميه داخل النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور ياسر، كلام محترم جدا، واكيد كمان هقول له احنا جادرين بالاحترام زي ما حضرتك، وجادرين باحترام الاخر، واحنا كمان يا دكتور ياسر بنحترمك وبنحترم مجهود كل التعب اللي موجود داخل النادي الاهلي من كل المنظومه. مفيش نجاح بيتحقق من فرد لوحده، لكن لما بتكتمل المنظومه الكامله اللي انا قلت لحضراتكم عليها من شويه، اكيد النادي الاهلي بيحقق اهدافه اللي هو عاوزها.